الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 ووصل الفراج إلى مديرية الطاقمة لاستلام الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي بكمية وقدرها 4 طن، فيكون إجمالي ما وصل إلى مديرية الطاقمة 7 × 4 ب28 طن يتم توزيعها في الأماكن الأشد احتياجاً والأسر الأولى في الرعاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بفضل الله تبارك وتعالى اليوم وصلنا الدفعة الثالثة إلى مديرية أوقاف الأقصر وقدرها 4 طن من لحوم الأضاحي، وبهذا يكون قد وصل إلى مديرية أوقاف الأقصر 12 طنا من لحوم الأضاحي لتوزيعها على السادة المستحقين على مدى 3 دفعات. كامل الشكر والاحترام والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما يقوم به من مجهودات في سبيل رفعة هذا الوطن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم تتسلم مديرية أوقاف أسيوط الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي والبالغ قدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى هذا التاريخ 28 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وذلك لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.